السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام، وعلى الحب والخير والأمل نلتقي دوما. وها نحن قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الحلقة الثالثة من سلسلة علاج اعوجاج العمود الفقري أو ما يعرف بالجنف سكوليوزيس. ومن خلال هذه السلسلة أحاول تقديم محتوى ورؤية جديدة بأسلوب حديث ومبتكر، عبارة عن مجموعة من التمارين التي تؤدى في الماء، ليست عشوائية ولكنها مبنية على أسس علمية حديثة، والتي تندرج تحت العلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي وإصابات العمود الفقري تحديدا وإصابات الملاعب وجميع الإصابات إلى آخره. وزي ما احنا شايفين كده في التمرين المعروض أمامنا، فكرته مستوحاة من هذا التمرين الأرضي المعروف والمشهور، ولكنه يؤدى في الماء بدلا من الوضع الأفقي نكون في وضع رأسي، وضع عمودي، وأمسك بحافة الحمام وأقوم بعمل تبديل بالأرجل، وفرد الرجل يكون بهذه الطريقة المطاطية، أحاول أن أفرد قدمي حتى أقصى النهاية. وكما تعودنا في الحلقات السابقة أن التمرين يؤدى بطرق مختلفة، يعني ليس نمطا واحدا أو نمط ثابت، ولكن نفس التمرين نعمل له تكرارات بأسلوب مختلف في كل مرة، يعني نعمله بسرعة بطيئة ثم سرعة متوسطة ثم بأسرع سرعة أستطيع أن أقوم بتأديتها، ثم ننتقل إلى النمط أو الأسلوب الآخر من الأداء وهو الثبات ثم الحركة. يعني أفرد رجل وأثني الرجل الأخرى وأثبت لمدة ثانية أو ثانيتين أو ثلاثة، ثم بسرعة أبدل الحركة، أثبت وأتحرك، أثبت وأتحرك، وهكذا. وفي أثناء الثبات زي ما احنا متعودين أمط جسمي وأفرد جسمي قوي على قد ما أقدر، ده مهم جدا، يعني أتوقف ثواني، وفي الثواني دي بكون بمط جسمي قوي، ثم حركة ثم توقف وهكذا. ومن خلال تغيير الأنماط في التمرين الواحد، يعني تكمن في هذه الطريقة أو في هذا الأسلوب تكمن إفادة وتهيئة وإيقاظ للعضلات المحيطة بالعمود الفقري، تساعد كثيرا في تقويم واستعادة العمود الفقري لوضعه الطبيعي. كما أحب أن أوضح شيء هام جدا، وهي قاعدة ولابد يعني أن ندركها جدا، ندركها جيدا، يعني في هذه السلسلة التي أقوم بنشرها تباعا على حضراتكم، وهي الترتيب المهم بقى اللي احنا عايزين نركز فيه. الترتيب في أداء التمارين مهم للغاية، يعني مثلا في هذه الحلقة سوف أقوم بنشر 5 تمارين يجب أن تؤدى بهذا الترتيب. طيب لماذا ترتيب مهم؟ الموضوع ببساطة شديدة وبدون الدخول في تعقيدات، التمارين الأولية اللي احنا بنعملها دي تكون بمثابة إحماء للعضلات وتهيئة وتنشيط، ثم يليها التمارين الآتية تباعا أو التمارين الأخرى التي تليها تمارين تقويمية وتمارين تصحيحية تصحح مسار العمود الفقري. وعندما نقوم بتأديتها، تأدية هذه التمارين، تجد مستقبل جيد، ونحقق من خلال ذلك الإفادة القصوى والمرجوة إن شاء الله. نشاهد الآن نفس التمرين السابق، ولكن مع تغيير في الحركات، بدلا من عمل تبديل بطريقة طولية نعمل تبديل بطريقة جانبية مائلة كما هو واضح بالفيديو، بزاوية 45 درجة تقريبا، وهو من التمارين ذات تأثير إيجابي، ولكن يؤدى بعد التمرين السابق كما وضحت في كلامي. وسوف أقوم بتصوير التمرين من عدة زوايا مختلفة حتى نشاهده بكل وضوح ونؤديه كما ينبغي أن يكون. برضو التمرين هيؤدى بنفس التنوع السابق، يعني سريع وبطيء ومتوسط وثبات ثواني ثم حركة وهكذا. ونضيف على ذلك إن وأنا ماسك الفايز أو حافة الحمام هعمل التمرين مرة مع ثبات الأكتاف، يعني وأنا بعمل التمرين هحاول أثبت أكتافي
جيدا، محركهاش ابدا. وبعدين بعد ما اعمل مجموعة تكرارات ابدأ اعمل برضو تكرارات اخرى مع مرجحة او تحريك الاكتاف. وكونك تعمل التمرين دوت مرة وانت مثبت الاكتاف ومرة وانت بتمرجح كتافك، بتلف زي كأنك بتعمل بادي رول خفيف كده، بتلف جسمك وانت بتفرد وتضم، بتعمل لف او دوران بالجسم ميل خفيف. التنوع دوت مفيد جدا لينا. تكلمت في الحلقة الثانية من سلسلة علاج جنف او اعوجاج العمود الفقري سكوليوزيس، تحدثت عن أبقراط وقلت أنه يعني هناك من سبقه في مجال الطب ب 22 قرن، والحقيقة أن قدماء المصريين هم أول من مارسوا الطب، يعني مارسوه على أسس علمية سليمة ولا تزال بردياتهم تشهد بذلك، وأيضا شهادة أكبر المؤسسات الطبية العالمية. كما أن قدماء المصريين تقدموا في الطب وحققوا سبق غير معهود، وقد ساعدهم يعني في تقدمهم هذا أسرار وحقائق دفينة لا يعرفها غيرهم حتى الآن في العلوم الأخرى، مثل علم التحنيط، علم تحنيط الموتى، وعلم الكيمياء، والذي برعوا فيه ومنه اكتشفوا مواد التخدير وأنتجوا مواد أخرى، مما أتاح لهم إجراء عمليات جراحية شديدة الخطورة والدقة. وهناك بعض علماء المصريات البريطانيين أثبتوا في دراساتهم المتعددة لوثائق تعود إلى 4600 عام مضت أن أصول الطب الحديث تعود لمصر القديمة. واكتشف باحثون في المركز المتخصص في الدراسات البيولوجية والطبية KNH ضمن علم المصريات بجامعة مانشستر، وهذا الدليل لدى دراساتهم مدونات طبية على ورق البردي يعود تاريخها إلى 2000 سنة قبل الميلاد، أي إلى 1600 سنة قبل ميلاد أبقراط. طيب نروح بسرعة للتمرين دوت. أنا بستخدم الفلوتينج بيلت أو حزام الطف وبعمل استريتش، يعني بحاول أقرب إيدي من رجليا. ما تبدأش أن أنت تقرب رجليك مرة واحدة، لا، أنا أعمل لك التمرين كده بالتدريج، يعني حاول تتني جزعك على قد ما تقدر وقرب بالتدريج لمشط رجلك. وحابب برضو أعرفك حاجة، أنت طبعا بتستخدم حزام الطفو فده بيعمل لك معدل طفو مرتفع، وأنت في نفس الوقت بتتني جزعك لتحت فبيقابلك نوع من المقاومة شوية، فأنت بتحاول تقاوم معدل الطفو المرتفع وتنزل على قد ما تقدر لتحت. هنا تكمن الإفادة، يعني أنا ما بعملش التمرين استريتش دوت برة في على الأرض برة الحمام، لا، أنا بعمله في الوسط المائي، وفي نفس الوقت أنا بستخدم أداة بتعمل لي طفو مرتفع للجزء أو الجزء الأعلى. حاول تجربه هتستفيد منه كتير. في التمرين دوت أنا بحاول أمسك واحدة فقط من الدمبلز أحطها بين رجلي بنفس الطريقة المعروضة أمامنا، وأنا بمسك حائط الحمام. في هذه الأثناء أنا بحاول أحرك جزعي على شكل نصف دائرة مع الضغط بالأرجل على أداة الطفو الدمبل. تمرين زي ما احنا شايفين سهل، ما فيهوش أي مشكلة، هو بس الفكرة إن لو الدمبل فلتت ما بين رجليك حاول مرة أخرى حتى تتقن مسكها بالأرجل. وزي ما احنا شايفين كده تمرين سهل وممتع في تأديتي وما فيهوش أي مشاكل أبداً. ودلوقتي هنتهز الفرصة وإحنا بنشوف التمرين، هرجع تاني لقدماء المصريين، يعني ومما يدل على تفوقهم جراحيا منذ القدم، وبما أننا نتكلم عن العمود الفقري والعظام بصفة عامة، وأيضا بناء على طلب مجموعة كبيرة من مشاهدينا الكرام بعمل حلقات خاصة بمفصل الركبة، أحب أن أشير إلى أنه قد وجد مجموعة من الباحثين مسمارا حديديا طوله 23 سنتيمتر في مفصل الركبة لمومياء مصري تدل على إجراء جراحة مفصلية للمريض. كما وثق الباحثون هذه الجراحة باستخدام عدسة تصويرية تم إدخالها
من خلال ثقب في عظام الركبة للمومياء، مما ترك ذهولا لدى الباحثين بسبب إجراء جراحة متقدمة كهذه منذ أكثر من 3000 عام مضت. وتم تأكيد على أنها لمصري عاش خلال الفترة من 1600 حتى 1100 سنة قبل الميلاد. وإن شاء الله قريبا سوف أقوم بعمل حلقات خاصة بإصابات الركبة والتعرف على ماهية المفصل وما هي الأربطة الخارجية له وما هي الأربطة الداخلية ووظيفة الرباط الصليبي الأمامي وأيضا الرباط الصليبي الخلفي والغضروف الداخلي للركبة وغطاء الركبة أو ما يعرف بصابونة الركبة، يعني ووظيفة وتناغم كل ما سبق في إنتاج الحركة التي تمشي بها ولا تشعر أنك تمتلك جهاز يعني في غاية الإبداع. فسبحان الذي خلق وسوى هذا التصميم الميكانيكي الهندسي المرن الأكثر من رائع. وإن شاء الله من خلال الحلقات يعني سوف نتعرف أيضا على إصابة الأربطة الخارجية أو الرباط الخارجي للركبة وكيفية علاج هذه الإصابات من خلال تمارين الماء، أيضا علاج الملخ البسيط للأربطة وكيفية التعامل مع الإصابات البسيطة والمتوسطة والعنيفة والتمزق الكامل للأربطة وتآكل الغضاريف أو تآكل عظام المفصل، يعني وخصوصا أنه منتشر يعني هذه الأيام بكثرة، وأيضا خشونة الركبة يعني منتشرة بصورة مرعبة. والأهم من كل هذا كيف تحافظ على مفصل ركبتك، لأنه الوقاية خير من العلاج، خصوصا أنه هناك جرائم نرتكبها بحق مفاصلنا دون أن نشعر أو ننتبه، ومفصل الركبة تحديدا هو المعني بتلك الجرائم. وزي ما احنا شايفين في التمرين دوت انا بستخدم الدمبل بس بمشي في خط مستقيم. التمرين اللي قبله انا كنت بمشي في نص دايرة، التمرين ده بمشي في خط مستقيم زي ما احنا شفنا كده، وبتبع نفس التعليمات والارشادات اللي احنا قلناها في التمارين السابقة. اعتقد ان هو تمرين سهل مش محتاج توضيح جامد يعني. وفي التمرين الاخير من حلقة النهاردة انا بمسك ركن الحمام، بفتح ايدي كده كأني بعمل حرف 7 بايديا الاثنين، وامسك الكورنر او ركن الحمام بايديا الاثنين وابدأ اعمل تسطح لجسمي، افرد جسمي، وبستخدم الدمبل بحطه تحت الركبة تحت مفصل الركبة مباشرة، وابدأ اعمل تسطح بالجسم، وبعدين اعمل انثناء بقى بجسمي، احاول اميل بجسمي كده بحيث ان انا لما اوصل للجهة اليمنى من الحمام لازم بطن رجلي الاتنين يلمسوا الحائط الجانبي، الحائط الايمن البس برجلي الاتنين، وبعدين اغير الاتجاه للحائط الايسر الجانب الاخر، وبرضو لازم اراعي ان بطن رجلي تلمس بالكامل الحائط. وبرضو ممكن اعمل تكرارات ومجموعات لهذا التمرين بنفس الصورة والكيفية اللي احنا شرحناها في بداية الحلقة. وقبل ختام هذه الحلقة، يعني احد التعليقات التي احزنتني وكاد قلبي ان ينفطر انه يعني هناك بنت لاحظت ميلان باحد الاكتاف ونسبة ميلان بالعمود الفقري، وأيضا نفس الشيء بمنطقة الحوض، يعني نسبة ميلان بسيطة جدا، وكتبت يعني تسألني عن ذلك وتقول أنها مسيطرة على الوضع. بالطبع أنا قلت لها يعني أن تذهب للطبيب فورا لأنه جنف وفي بدايته، ومن السهل السيطرة عليه بالعلاج والمتابعة الطبية وكذلك ممارسة السباحة وتمارين الماء الخاصة بالجنف تحديدا، يعني وملازمة كل منهما العلاج وتمارين الجنف هذه. ولكن يعني جاء الرد المخيب لكل أمل، والذي أصابني يعني بالإحباط أن والدتها
قالت لها يعني ليس مهم وسوف يذهب تلقائيا لوحده، وعدم رغبة الأهل يعني جميعا للذهاب بها للطبيب. وفي الحقيقة يعني أنه يعني هذا الأمر يعني أنا أردت أن أعرضه، ليس يعني هي حالة فردية، ولكن أنا أعرضه لأنه يعني أنا صادفت حالات كثيرة يعني بمثل هذا الأمر يعني. وفعلا الإنسان عدو ما يجهل، وهذه رسالة لنا جميعا، ولا بد أن تقع على عاتقنا. يعني لو أنك تملك معلومة وسوف تفيد بها غيرك، لا تبخل أبدا على غيرك بهذه المعلومة. يعني مثلا لو أنك أحسست أنه يعني بهذا الفيديو معلومة طبية أو رياضية أو معلومة قد يستفيد بها غيرك، يعني حاول أن تنشر هذا الفيديو أو أي فيديو مفيد عموما. يعني ثقافة نشر الخير للغير يعني هذه مهمة جدا، يعني حتى نتثقف جميعا، خصوصا الوعي الصحي الطبي والرياضي الغائب عنا كثيرا، نحتاج إلى أن ننشره فيما بيننا. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يفيدكم، وإذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى شير وسبسكرايب.